في حفل تكريم شيخ من شيوخ العرب ما هي بشيخ الدراهم شيخة ثابتة من شاعر دعوة شيوخ العرب جابته من شاعر دعوة شيوخ العرب جابته سلام يا علمة ممحت من السرب يا مرحبا يا زملاء يا أهل الحسب والنسب في محفل بوز وايد رافع رايته في محفل بوز وايد رافع رايته مرحبا يا زملاء يا أهل الحسب والنسب حنا نرحب جميعا وابشر وبالشباب والشاعر اللي تكلم تنعرف غايته والشاعر اللي تكلم تنعرف غايته حنا نرحب جميع شروب الشباب دام البقايا الشيوخ مخلصين النشب يا طيب شيخ انت ثمن وقفته لابته يا طيب شيخ انت ثمن وقفته لابته دام البقايا الشيوخ مخلصين النشب انا ادري انك وفي ومعدنك من ذهب والرجل من يوم ينطق عرف جابته الرجل من يوم ينطق عرف جابته وندري انك وفي ومعدنك من ذهب الكفون افراح على شوفته يا ابو جنب ولا شن اذبح ولد فطر على غابته ولا شن اذبح ولد فطر على غابته الكفن افراح على شوفته يا بوشنب على دمي لو يطول الوقت جاله سبب انا خطته كيفها وانصابته صابته وانا خطته كيفها وانصابته صابته انا دمنا وطال الوقت جال سبب الناس يصيحون ظلموا ناس تلعب طرب وذا لحيته الشايب ذا لحيته نابته ذا لحيته الشايب ذا لحيته نابته ناس يصيحون بالقناس تلعب طرب انا احسب انه على ما قيل لك يا ذرب حتى المقادير وظروف الزمن هابته حتى المقادير وظروف الزمن هابته ونحسب انه على قليل القيادر دنياك يا سعيد بن زهره تثير العجب والوقت خلى الولد يطمر على شيبته والوقت خلى الولد يطمر على شيبته الرياض سعيد بن زهرة تثير العجب إن كان بالرضا
الرضا وان كان اهب الغضب الغصب الغصب ان كان ما سابها يا ابو عوض سابته غير الهدب والعود يشر على عينه بسبابته ما يحفظ العين يا مدشوش غير الهدب لما زهمت التهم جاتهم مركب ما حنا عرف التهامي غير بعصابته لا نزهمت التهامي جاتهم مركب اللي بيزمر يا بن زهرة نحطه مطب لا ابوه لا ابو العجوز اللي بعد جابته لا ابوه لا ابو العجوز اللي بعد جابته اللي يا بنور يا بنت حطه عن الخطر يا طويل العمر لا تقترب علم الحطب يا عميل